عبد القيوم خوجي من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم بيجمع ثلاث اطلالات، اطلالة النهر والطبيعة والبحر. خلوكم معنا. العرض زي ما قلت لكم في منطقة كاشستو، عبارة عن بنايتين، موجود في 60 وحدة سكنية. ما يميز العرض اللي بنصوره اليوم أو الشقة أن إطلالتها جاية على النهر وإطلالة الطبيعة وإطلالة البحر. الخدمات اللي موجودة في المجمع: مساحات خضراء، جلسات عائلية بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، وما ننسى أيضا مواقف للسيارات، بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة على مدى الأسبوع، وما ننسى أيضا الخدمات القريبة من المجمع، سوبر ماركت شوك بجوار بوابة المجمع وجامع أيضا، والطريق المؤدي إلى المستشفى الحكومي السليمان القانوني، طريق مميز ورئيسي. وأيضا موقع المشروع أنها جاية قريبة من جواهر مول، مسافة دقائق وإحنا إلى جواهر مول. حي كاشستو حي حيوي جدا، معروف بخدماتها، وأيضا قربها من مطار طرابزون. تعالوا مع بعض إلى الشقة نشوف تفاصيلها وإطلالتها المميزة. خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الشقة. الشقة ثلاث غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع، الدور السابع. أنا الآن متواجد في منطقة الكوريدور، يمينا توزيع الغرف، يسارا عندنا الصالة والمطبخ. تعال نشوف تفاصيل المطبخ. زي ما تشايفين المطبخ مركب وجاهز، الدولاب جاي في جهة واحدة من الجدار، دواليبها نوعية جيدة وممتازة، وديكور منسق لدولاب المطبخ. أماكن الأجهزة الكهربائية موجودة، مساحة المطبخ أيضا ممتازة. بجوار المطبخ عندنا الصالة، مساحة الصالة كبيرة، أقدر أقول 35 متر مربع، مساحة جيدة وأرضياتها باركيه. وعندنا الحاجة المميزة في الصالة أنها شرحة، موجود إطلالة من الجنب على المجمع، وإطلالة أمامية جاي إطلالة البحر والوادي بواجهتين فرنسية زجاج من السقف للأرض. نطلع من الصالة إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ اللي كنا فيه والصالة، مساحتها ممتازة، ما نقول انها مساحة البلكونة كبيرة جدا، بس مميزة وإطلالتها الرائعة على البحر والوادي. والأميز من هذا كله عندنا إطلالة النهر موجودة في هذا الشقة أيضا. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. طلعنا من البلكونة جينا للصالة، نكمل تفاصيل باقي الشقة. أول ما نطلع من الصالة عندنا هنا يسارنا الغرفة رقم واحد، أرضياتها باركيه، مساحتها ممتازة، يكفي لسريرين فردية مع دولابها، وإطلالتها جاية إطلالة جانبية. مدخل الشقة من هنا، وعندنا هنا يميننا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. إذا الشخص يبغى يغير له حرية الاختيار أنه يغير للأفرنجي. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية،
مروش مع الكلوزيت والمغسلة بجوارها أيضا مكان خاص بغسالة الملابس. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة رقم 2، مساحتها أقدر أقول مقاربة للمساحة اللي جنبها الغرفة رقم 1، بس لها هنا إضافة بلكونة جانبية. البلكونة هذه إطلالتها إطلالة جانبية على الوادي وعلى البحر، وإطلالة أمامية على المجمع. جميع الغرف موجود فيها التدفئة المركزية. منطقة كاشستو الغاز بيوصل لها إن شاء الله خلال السنة الجاية. الآن التدفئة عن طريق تدفئة مركزية عن طريق الفحم. الغرفة الأخيرة غرفة الماستر، مساحتها ممتازة، يعني مكان خاص بالسرير مجهز، وفي منطقة خاصة بالدريسنج روم، وإطلالة جانبية على المجمع. عندنا هنا منطقة الدريسنج روم، نقدر نحط الدواليب هنا، منطقة خاصة بغرفة تغيير الملابس، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بالماستر. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في منطقة كاشستو، مساحتها 170 متر مربع، 3 غرف وصالة. زي ما شفنا مع بعض شقتنا اليوم شقة مميزة، وإطلالتها الحلوة على النهر وعلى الطبيعة. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، والتفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.